الزمالك يتأهل لنهائي كأس الموسم الماضي 2021 رغم الأداء الباهت، رغم الأداء الضعيف، رغم عدم الاستحقاق بالفوز، ولكنه يفعلها ويفوز. ايه اللي حصل في الماتش الجدلي الغريب ده يا ابراهيم؟ ماتش مليء بالاثاره، مليء بالجدل، حالات تحكيميه جدليه كبيره جدا من في بخصوص نادي اسوان بالذات، لان احتسب له ركلتين جزاء وفي مطالبات بركله جزاء اضافيه، وكمان جدل حول حقيقه هدف الاول لمحمود علاء لنادي الزمالك. ماتش مليء بالإثارة، ما شفناش الأداء. خلينا نتكلم على أداء الزمالك الأول، لأن احنا كان عندنا أمنية أنه تغيير الخطة والدفع بخمس مدافعين هيغير شوية في أداء اللعب. بالظبط. أنت شايف الزمالك كان أداءه إيه النهاردة؟ لا، أنا شايف أن الزمالك برضو، يعني قلنا النهاردة فيريرا بيحاول أن هو يصلح أخطاء اللي حصلت في الماتشين اللي فاتوا. شفنا الدفع خماسي في خط الدفاع، لعب أوباما كمهاجم وهمي، شفناش التركيبة الدفاعية اللي عملها النادي الزمالك النهاردة، شفناش ان هي بتقتل بثمارها. يعني شفنا النهاردة برضو الاخطاء الفردية من الدفاع لسه موجودة، الثلاث مدافعين قلوب الدفاع الونش ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ما فيش ترابط لسه ما بينهم، اخطاء دفاعية يعني بتحصل. النهاردة شفنا ان اسوان هو اللي بيبادر بالهجوم، هو اللي يعني الاستحواذ كان في يعني لصالح نادي الزمالك، ولكن شفنا اسوان النهاردة هو اللي كان اخطر يعني من هجوميا او تسديد على المرمى من لصالح نادي اسوان. فشفنا ان اسوان النهاردة لا قدر يعني برضو يستغل الحالة السيئة اللي بيعيشها نادي الزمالك في الفترة الاخيرة بعد هزيمتين في الدوري. النهاردة بيكسب، بيحقق الفوز، وفوز مهم ان هو قدر يكسب. المطلوب في الماتش النهاردة ان هو يكسب عشان يوصل للماتش النهائي، ولكن برضو لسه الاداء عليه علامات استفهام كبيرة جدا. اللعيبة لسه في لعيبة كتير جدا مش في حالتها، عليهم علامات استفهام كبيرة، مش عارفين ايه سبب التراجع في الاداء. ولكن الاهم بالنسبة للزمالك النهاردة او اغلب الكلام اللي هيطلع يتقال ان الزمالك ان هو قدر يحقق الفوز وقدر ان يوصل للماتش النهائي. طيب انت شايف انه نفس الاسماء اللي بنتكلم فيها كل مباراة هي اللي بتلمع كل مباراة؟ يعني قلنا عواد من المباراة اللي فاتت، وهو يعني النهاردة يعني عواد نجم الزمالك الاول، هو اللي انقذ الزمالك حقيقي يعني. بالزبط. بالتصديات كمان غير ركلات الجزاء، كمان كان في اهداف محققة وهو فعلا تصدى ليها. بالزبط. وزيزو طبعا، زيزو برضو النهاردة يعني بيقدم أداء، بس مش قادر هو هيعمل إيه أكتر من برضو كده يعني. لأن برضو حتة أن الزمالك النهاردة بيلعب من غير مهاجم صريح، أو أوباما ما بيقدرش يعني يساعد نادي الزمالك في خط الهجوم، أو هو مش متعود على فكرة أن هو يلعب كمهاجم وهمي. فالنهاردة ما فيش أي ترجمة من عرضيات زيزو، الكرات العرضية أو الطويلة اللي كان بيلعب عليها النهاردة لعيبة نادي الزمالك، ما فيش حد بيقدر يترجمها. شفنا زيزو النهارده بيحاول، بيغير مراكزه، بيحاول يدخل منطقه الجزاء، هو اللي بيلعب المهاجم. بلا فايده وبلا بلا فايده برضه، لسه اهدار الفرص لسه مستمر. سوء توفيق لعيبه الزمالك ان هي مش قادره تترجم عدد كبير جدا من الفرص. يعني الحسنه الوحيده من النهارده ان الزمالك قدر يستغل ان هو يسجل هدف الثاني على طول. يعني سرعه تسجيل الاهداف النهارده او الهدفين ورا بعض ده اللي خلى الزمالك النهارده ان هو يكسب. غير كده لا، الزمالك اداء باهت، الدفاع مش قادر يستغل يعني او يصحح اخطائه النهارده. عواد النهارده بياكد ان هو كان ليه الاحقيه ان هو يحرس مرمى الزمالك بعد تراجع مستوى ابو جبل والفرص اللي اداها له فيريرا اكتر من مره، ولكن النهارده عواد بياكد ان هو الاحق ان هو يبقى حارس مرمى الزمالك الفتره الحاليه على الاقل، وان هو بيوصل رساله لجهاز المنتخب ان انا رجعت بشارك، جات لي فرصه في لحظه قدرت استغلها، قدرت احافظ على يعني اقدم صوره كويسه للجماهير وانقذ الفريق النهارده، وهو السبب الرئيسي ان الزمالك يوصل للمباراه. طب الهدف الاول مين يسال عليه؟ الهدف الاول يسال عليه خط الدفاع بالكامل، يعني وبالذات محمود حمدي الونش. يعني النهارده شفنا يعني دربكه دفاعيه برضو لعيبه الزمالك، يعني
اللي شفناه في هدف مثلا زي هدف ايبوكا في نادي الزمالك لما اللعيبه كلها واقفه ما بتتحركش على الكوره، ما حدش بيتابع الكوره لما بتتلعب. شفنا ده النهارده بيتكرر تاني في كره الهدف الاول لاسوان، اللعيبه ثابته في مكانها، ما فيش غير الونش هو اللي بيتحرك، ولكن برضو خطا دفاعي، عدم تفاهم ما بينه وما بين عواد، مين هيطلع ياخد الكوره، مين هيشتت الكوره. فالنهارده لاعب اسوان او محمد ناجي جده لاعب اسوان النهارده بيقدر يستغل الفرصه ويسجل الهدف بطريقه يعني شبه كوميديه شويه. يعني انا حاساه هدف يعني مع احترامي لاسوان ساذج شويه. بالظبط. يعني مش الهدف ده اللي يدخل في الزمالك الحقيقه. يعني انا بشيد بالحكم النهارده، لا الركلتين الجزاء اللي اتحسبوا لنادي اسوان النهارده مستحقين، يعني كانوا صح جدا. الخطا من في الكورتين من محمد عبد الغني، والثانيه من مش متذكر بالظبط مين. محمد عبد الغني تاني برضو، يعني هو برضو كان سبب الهدف في المباراه اللي فاتت. بالظبط يعني محمد عبد الغني النهارده بيخطئ في الكورتين، فهو لا الحكم احتسب القرار الصحيح، رجع لتقنية الفيديو. تقنية الفيديو النهاردة برضو بتأكد للحكم بتستدعيه، يعني بعد الكرة ركلة الجزاء التانية الكرة اتلعبت ومع استمرار اللعب، لا حكم تقنية الفيديو نادى الحكم قال له تعالى شوف في ركلة جزاء، وبالفعل احتسبها. ولكن برضو النهاردة عواد بيقدر يتصدى لركلتين الجزاء. واللقطة الجدلية التانية ان في كان كرة مشتركة ما بين لاعب اسوان ومحمد عواد، طلع يمسك الكرة وما قدرش يتحكم في الكرة بشكل سليم، فشفنا ان في كان ممكن تتحسب ركلة جزاء او الفيديو كان ممكن يرجع للكرة دي تاني لو في خطأ على محمد عواد. انا شايف ان محمد عواد ركلة جزاء تالتة رابعة بقى رابعة ده غير التالتة اللي هي بتاعت اللي هو محمد اشرف رؤى ارتكبها، كان في دهس على القدم لاعب اسوان، ما كانتش واضحة بصراحة يا ابراهيم. يعني هو كان اللعيب الاسوان نزل قوي كده فتحس ان هو بيمثل. بالظبط يعني هي دي كانت ممكن تكون، يعني هي دي النقطه اللي ممكن تكون ما تخلتش يتحسب ركله جزاء ثالثه لاسوان، ان اللعيب بتاع اسوان يعني هو كان، انا شايف ان كان في خطا من محمد اشرف رؤى على لاعب اسوان، ولكن الطريقه اللي وقع بيها لاعب اسوان دي اللي خلت الحكم ان هو في شكوك عنده ان هو لا ممكن يكون بيمثل اكتر، فعشان كده ما حسبش الهدف او ما حسبش ركله جزاء. وعندنا بتقول الرابعه التحام عواد مع لاعب اسوان. لاعب اسوان بالظبط.